لقينا هجوم واسع من مشاة الحوثيين وتصدينا لهم، وبحمد الله استشهد واحد من أصحابنا، 2 جرحى، ولكن القتلى منهم والجرحى أكثر من 12 قتيل وجريح منهم، وبإذن الله صدينا على الهجوم حقهم ورديناهم وسيطرنا على المواقع اللي قد كانوا استرجعناهم مننا استرجعناهم صدينا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى في يومنا هذا الاثنين 29 رمضان تم تدشين مشروع قطر الخيرية ليسير الإغاثية الرمضانية لمحافظة تعز. هذا المشروع كان المتبرع فيه الشيخ محمد الحمد المانع حفظه الله تعالى لمدينة تعز للمتضررين من الحرب لأكثر من سنة كاملة. وهذا المشروع عدد السلع الغذائية فيه قرابة 1000، تم توزيع نصفها داخل المدينة ونصفها خارج المدينة للنازحين والمتضررين من الأحداث في اليمن. يأتي هذا المشروع تخفيفا للسكان والمتضررين، وهذا وقفة طيبة من قطر الخيرية ومن دولة قطر لوقوفها مع الشعب اليمني ومدينة تعز خاصة. فشكر الله سعيهم ووفقهم الله لكل خير وبارك فيهم، ندعوهم لمواصلة دعمهم لهذا المشروع ومشاريع الأخرى في هذه المحافظة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله على الاخ صادق حسن عبدود وهم هاربين من نازلين من ثعبت بالمنتور، وتم تقلبوا بعد الدمغه هناك بالنزله، وهم خايفين من القناصين على الحوثاء، وبعدين هم ماشيين بسرعين وتقلبوا لك داخل هذا بسبه قيل المطار ومع الطلقات حق الجماعه الحوثاء، يعني الجماعه الرجال اقتلبوا بالمنتور، ما عرفوش يتحكموا بالمنتور اقتلبوهم، وهذا مش اول واحد، قد السيارات المنتورات الناس كذا واصل، يعني قد الناس بشكل عام ما عرفوش، يعني قد مناعه الناس عندهم. اه
رزقك لا ورزقك السوق لا بأس، يعني بدأ في يعني في عمل، في زبائن كثير الحمد لله، بس اللهم انه في بعض الاشياء مش موجوده، بعض الحاجات زادت في سعرها فقط، يعني في هذا العيد زي الثعلب، الله اعلم، يعني هذا شيء لا يجعل السلطات العليا حكما، لانه اذا ما بش رقابه يكون في تلاعب في الاسعار، في بعض الانواع وكل بعض البضاعه ما هيش موجوده، ومعظم الاشياء مش موجوده، والموجود في زايد سعر بعض الحاجات. الانواع علينا اقتصاديه هذا العيد يصلح العيد عيدين ان شاء الله، وسوف نقدم احلى عيد في اليمن هذا، ولو كان حتى العيد والله المواطن اليمني كما هو معتاد عليه يتطلب أشياء كثيرة في العيد، ويريد أن يكمل فرحة أولاده وفرحة منزله وفرحة أسرته بكل ما يتطلبه أفراد المنزل وهذه الأسر الموجودة في اليمن، من ناحية توفر أولا الأمن والأمان، وتوفر العيدية، وتوفر الذبيحة، وتوفر الملابس والمصاريف الخاصة بالمنزل وما إلى ذلك، لكي تكتمل فرحة أطفالهم وفرحة أسرهم بداخل منازلهم. ولكن نظرا للظروف التي يعانيها الشعب في الوقت الحالي، والظروف الأمنية المختلة، والخوف المستمر الذي يحل على المواطن اليمني بين الحين والآخر، جعل المواطن اليمني في حالة خوف وأمن غير مستقر، وكذلك الوضع المادي أصبح مهزوزا مع كثير من المواطنين، نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والذي مر بها المواطن اليمني سواء على مستوى الداخل أو الخارج. ما عاد صار عشان الحمد لله.
العزبه. شكرا وعرفانا من السلطة المحلية لما تقدمه من عطاء مؤسسة الشوكاني. يقوم الدكتور عبد ربه مفتاح وكيل المحافظة بتكريم مؤسسة الشوكاني الشيخ علي الظبياني رئيس المؤسسة. شكرا لكم أيها الحاضرون جميعا، كل باسمه وصفته، وسيقام الآن التدشين خارج الصالة. بتوفيق من الله تعالى ثم بالتشجيع منكم أيها الحفل ممثلا بالسلطة المحلية بالرعاية وجهودكم بالتشجيع والدعم، تخرج هؤلاء الحفاظ من أبنائنا وبناتنا حتى ننشر الوعي بهذا القرآن الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، فهو ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وحكم ما بيننا، وفيه خبر من قبلنا ومرشدنا لمستقبلنا. أيها الحفل الكريم، وأنتم تحضرون هذا الحفل التكريمي للفائزين في مسابقة القرآن الكريم ورقبة ونزولا عند رقبة المتسابقين من حفظة القرآن الكريم، فإننا نود أن نقيم المسابقة الثانية إن شاء الله تعالى في خلال الستة الأشهر القادمة إن شاء الله تعالى. الجديدة من حفاظ كتاب الله العزيز التي أخرجتها إلى النور وإلى الميدان مدرسة الشفيع في الدار الخيرية الأهلية بجهود القائمين عليها ومن ساهم معهم، وإن تخرج مثل هذه الدفع في ظروف كهذه يعتبر رداً قوياً على الإنقلابيين الحوثيين والمناصرين لهم، نظير ما عملوه بدور القرآن الكريم وبالمؤسسات العلمية في أنحاء الوطن في مشارقه ومغاربه وحيث وصلت أيديهم. فما دخلوا قرية أو مدينة أو مديرية أو محافظة إلا وكان أول هدف لهم دار القرآن الكريم أو محل التحفيظ
أو مدرسة تدرس الناس يقومون بتدميرها وتفجيرها دون هوادة. يا مرحبا يا أهل الوجيه الحية، يا النخبة المرموقة الثورية، شرفتمونا في أمسية شعرية يقيمها مركز سبا الإعلامي. باسمي وباسم أرض الحضارة مارب، وباسم حاضرنا وباسم الغايب، واجب علينا نحترمكم واجب، وكرامكم فرضا علي والزامي. أمسيتنا هذه يجملها حضور شعراء شباب مبدعين من أبناء حاضرة سبا مبنى منبع الأصالة والتاريخ. فقرتنا الأولى لهذه الأمسية مع نجوم أمسيتنا هذه مع الشعراء، فليسمعونا ما لديهم. نمسي عليكم بالخير، وفي البداية أبيات مرثية للعبيد الروك الناصر صالح المنصوري. سلام الله عليك ورحمة الله، سلام الله عليك ورحمة الله، صل قبرك مع انسام البرادي، وراك الحزن جا ثقله وجله ونوخ بالركايب في فوادي، وراك الحزن جا ثقله وجله ونوخ بالركايب في فوادي. ابو طارق نعم فرقاك، اله مطر عيني كانه سب القادي. انا كم قلت لك يا موت خله، انا كم قلت لك يا موت خله، ولا طاوعتني ليش العنادي. اذا انا بكيه روحي فدوتله، ومن جاراه من عولد مرادي، واذا حد لامني في دمعه الله فنبكي الفارس الشهم القيادي. خوي من جالسه ما باي مله، قيادي في ثياب انسان عادي. خوي من جالسه ما باي مله، قيادي في ثياب انسان عادي. مقدم والجماله ما تزله، سألته واضع السبع الشدادي، عسى الفردوس بالجنة محله، وصبرنا على فرق الجيادي. أخو الشاعر محمد دومان. سلام يغشاكم من أعماقي جمهورنا الحاضر ورواده، وارفع تحياتي وأشواقي المقاومة والجيش والقادة. قد سجلت تاريخ عملاقي مارب سبا التاريخ ومجاده، والأحرار ذي تاريخ هاراقي محنا ما سووه جحاده. العمر الناس تفنى والله الباقي أهم شيء العزم عداده. صح لسانك. يا منارة لها تاريخ بالمجد معمور، يا منارة لها تاريخ بالمجد معمور، خالده في رحاب الذكر معنا، وصورة حاضرة في سما العليا، سبا اسم مشهور، أرض بلقيس والهدهد وحكمة حضوره.